تمثل الركن الأساسي في معايير تقييم الأنظمة السياسية الحديثة. ولقد أبانت الأحزاب السياسية في المغرب عدم قدرتها للوصول إلى المواطنين. بعض الأعضاء والقياديين ديال الحزب المغربي الحر طلبوا مني بأنني أمثلهم في المرحلة المقبلة وباش نوصل الأفكار ديالهم. وبالنسبة لنا احنا الفكرة ديالنا هو خصنا نعاودوا هيكلة الحزب من الداخل، ويعني ان القرارات ما خصهاش بقى تكون قرارات عشوائية، يعني تكون قرارات خارجة من باتقة عن الحزب السياسي ماشي من باتقة عن شخص. وبالنسبة لنا خص خارجيا خص الحزب يكون تواجد ديالو في الساحة السياسية، ويكون تواجد ديالو مع الأحزاب السياسية الأخرى، ويكون المصالحة مع المؤسسات. وحنا خصنا نخدموا نعملوا في تحت إطار القانون وتحت إطار احترام المؤسسات. والحاجة يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه، يعني ما يمكنش بعدا احنا ما يمكنش صاحب الجلالة كينادي بتشبيب الحياة السياسية وحنا ما نعطيوش قيمة للشباب وما نعطيوش قيمة للنساء في الحزب السياسي. احنا بالعكس من الاهتمامات ديالنا والطموحات ديالنا هو هذاك العمل، وغادي نكرسوا الجهودات ديالنا كلها على العمل ديال تشبيب السياسه وعلى وجود ديال المراه عندنا حنايا في الحياه السياسيه. قمه العلائق بين مكوناته الداخليه من قيادات واعضاء وهياكل تنظيميه وانظمه داخليه تحكم سيره، وهذا يتضمن جمله من الاوراش